الطبيعي ديالنا كي دايرين لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير داخل الوطن وعلى خارج الوطن. كنتمنى يكون رمضان عندكم مزيان وبخير وعلى خير وتصوموا مزيان الله يقبل ليكم ويقبل لينا. اليوم جيت نشارك معكم واحد العجينه ديال البيتزا اللي كندير بالدوام. داك النهار شاركت معكم البيتزا المورقه. علاش كفر ابا بشويه يا با راه با كيطرق الطبالي بالسطحبه كيبقى ما يدير بلاتي با كيدوز الوقت كيدوز النهار. داك النهار شاركت معكم البيتزا المورقه. دابا غنشارك معكم البيتزا اللي كندير بالدوام في دارنا. بغيت غير نوريكم الطريقه ديال صافي كيف العاده كندير المتتبعين ما نطولش عليكم دغيا. سير على الله. كندير جوج كيسان ديال الطحين. هذا غير المرحله الاولى. جوج كيسان ديال الطحين ديال الفورس مزيان بطبيعه الحال رطب. الكاس الاول غربلتيه ولا لا؟ لا هو غربلش امي زهره. يا حبيبي عندي راه المتتبعين ديالي جوج معلقات ديال النيدو كبار. عندي معلقة سنيدة كبيرة ديال سنيدة نيت معلقة كبيرة. متتبعين غندير معلقة صغيرة ديال الملحة ومعلقة صغيرة كبيرة ديال الخميرة ديال العجينة غير هادي ولا هادي المهم بحال بحال. أسمى ثامتها أسمى اليابسة يما والمتتبعين ديالي غندير جوج كيسان ديال الما دافيين. الكاس باش عبرت نيت الطحين باش غادي نعبر حتى الما دافيين ماشي طايبين وماشي باردين. الاول شحال من كيسان طحين درتي؟ جوج جوج. هذه هي المرحله الاولى راه مازال غادي نزيدو الطحين ان شاء الله. هذاك الشيء اللي كجوج داك الشيء قليل من ديك الصنص وحده اخي ام زهره ما بقيتش عارفه على الطريقه. ام زهره ندير الحاجه بيدي وننساها وكلشي كينسى حتى انا كنسى كنبقى نرد ذاكرتي كنتاكد. هانتوما المتتبعين ديالنا غادي نحرك هاد الخليط هاد الخليط صافي هاد الخليط مزيان 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 وغادي نديرلو سلوفان من الفوق وغادي نخليه حتى يخمر واحد ربع ساعة حتى تلت ساعة عاد غادي نكملو العجينة ديالي. صافي نخليه يخمر انا نطيب ونخليه يخمر حتى عاد نكمل تابعوا نكمل معاكم ديالي كتجي معانا العجينه ديالي من بعد ما تساعدات حتى كتكون راه خرجنا كنزيدو غير المتبعين كاس زيت العود كاس ديال الزيت العودية انا كنت كاع كاس تنتي هذه لمية ديالتنا الله تحيا ليها لمية عليك قطعة لمية قطعت عليك غير بدا تنتهي الصوت راه كتصوري الصورة لمية خالتي في تركيا كنقدم ليها التحية ولا هي لا مالي لا راجلها لا زوجتها لا عائلتها راجلها كانت ولا وليدي كانت حبيبة نور الله يخليها لها ويكبرها تعزها. هانتوما متتبعين كاس ديال الزيت ديال العود غندير كاس ديال الكينو وغادي ندير جوج كيسان ديال الرطب. ها الكوزينة عندنا مربجة ديال الحاج نايضة 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 صافي وغادي نوريها لكم. خليهم بزاف راه بغات تجي تكمل العصر نبدا نزني العصر بالسينه نمشي نصلي وبس يعني عاد نكملوها. صافي حتى نرجعو نكملو ياك يلا صافي. ايوا هانتوما المتتبعين ها مو زهره نشوفوها شنو كدير. مو زهره السلام عليكم كي دايرين المتتبعين مزيغنا عرب بخير عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم هاد النهار راه خداتنا منا الوقت شويه والقيه ما حضرش مع الكاسات كتبخت شويه الموقف مشات للحمام مشات للحمام حنا اللي قلنا لها سيري خلينا حنا نوجدوا الفطور. ايوا المهم شويه جاتنا باش غدا حتى هي دير لنا الفطور وحنا نمشيو للحمام. ايوا انا بغيت ندير واحد الدراسه نعاود ثاني ان شاء الله بالسوسيط. والمهم الماء دوك الفلفله حمراء ولا صفراء وخضره والبصله وقريعه وشويه القريعه نشحرهم في الزيت حتى يهبطوا مزيان عاد غادي نديرهم في اللاطه هذيك اللاطه
وعاد غنصاوبوا داك الشيء وانت تشوفوا معنا. ديري ها مويه زهره في لاطه وديري عليه الصوصيط. عنديرو في الفران، المهم يشوفوا. ديري في الفران. شك نهائي حتى لا ما صورناش. العطريه نفس العطريه. ها انتم المتتبعين ديالي انا العجينه ديالي، ها هي جمعتها هنايا وقسمتها على جوج، راه زدت المتتبعين كاس ديال الطحين حيت الطحين ما كيجرمش. درت لها هاد هادي بحال هكا وقرصتها هنايا انتم شفتوا. رققتها وخليت شويه كالجناب غلاض، اما هنا في الوسط راه رقيقه. غادي نثقبها بالفرشيطه باش ما تنفخ لياش، وغادي نعمرها بالعماره ديال البيتزا اللي شاركت معكم داك النهار في البيتزا المورقه، يعني نفس العماره نديرها انا بلادانت. الطريقه باش عمرت هي باش غادي نعمر، دابا ما غاديش نشارك معكم العماره ديالي، راني ديجا شاركتها معكم. وفاش غادي تطيب وغادي نوريوها لهم يا كم زهره. صافي المهم نتايا وصل الشكل نهائي يا بغيت نطيب شوي ديال البطبوط. وي مزيغن عيطه في ازمه قالت لي مسكينه كنت معولاش نديرو حيت باقي المخمر باغا نسخنو، قالت كازمه لا لا ديري لنا هذاك ديال الشلوح اللي كديري له الزبده والعسل. صافي ايوا راني عزمت المتتبعين خليته كيخمر على ملوح البيتزا ديالي الفران طيب، وغادي نطيب الاخر ان شاء الله. وانتم معنا غير ما بغيناش نهضروا عليكم، المهم داكشي اللي درنا كنوريوه لكم وتشوفوه معنا. وشكرا لكم والله ينوركم ديما ديما ديما. الله يخليكم لينا ويخلينا لكم. ايوا هانتوما المتتبعين ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا، ها حنا هبطنا لطبيبتنا ديال الفطور. ايوا اش غادي نقول لكم، ها البيتزا ديالي هي وجدات واخا ما كثرتهاش الفرماج ولا نقولش عليكم غالي غالي. ها هي البيتزا الغالي باش ما تبدا. وداك المخمر كاع نصوتي له الكلاس صافي بدا داك يودن، وفاش بديت كنديرو العسل زعما بقيت كنحط. هانتوما المتتبعين الخمر ديالي كيجي طاب، ها كيجي فن يا سلام. اوه هذه ديال ام زهره انا كتحقيت لا خلعتيني بغيت نحطها واد نطلقها. ها الكراطه ديال ام زهره ديال خلاتها انا شويه مريقه باش او المريقه قالت خليها طبيعي الحال. يلاه صوصي وحاليه ها انتوما شديتيها مزيانه نقيه يلا. وفطورنا هو هذا ام زهره. شكون صحتنا وجمال بصحتكم اسيدي فطوركم. اسمع زربات عليكم برقصه اسمع عاد كيف هي طايبه كيدير كيدير رمضان عاد كيدير كيدير رمضان. سيمو راه مشى اليوم لعب كره لعب الماتش لعبت سيمو الماتش كره غير بس سيمو وراه برافو عليه راه راه صايم مشى لعب مشى صايم ولعب بارك الله عليه الصراحه. انا ما انا قلت له ما تمشيش غتجي تسخن ولا لا تسخن تشرب الماء اشنو خاصك ياك واش شربتي الماء ناقصه اشنو خاصها ما نعرف اختي ما خاصها والو بغينا انا نكلك كلشي ما خاص والو الحمد لله البركه علينا تبارك الله كلشي خير موجود. الحريره راه كاينه حتى هي كاين العصير كاين واش شرينا شي براد من العشوب يلا بسم الله الرحمن الرحيم تتبعي ولا ما تتبعي انا بغيت نعرف الصحه الطبيقه شريت الطبيق طبيق صغير رجعوا باركم سعود عليا انا وليداتي امين. لا بغيت سامبل حبيبتي تحط معاك كلشي يلا متتبعي ديالنا فطوركم مقبول وسلام عليكم.